بلشوين تقبل كالسناق اسكو الديارين تاس ماها ميد دان دانسيا اما عيد قارا لغو ربشي اما لغو ربشادين ايو ما لنتي قران اسديد يتوان كمي ولي لما قارين لما اقلا دبال دكا هرية انت لقار اسديد يتوان كمي كدي مركي مقالة عريقابي حروتو قبل كالسناق اي حالي كدعين ربشادو صابي دمشاد هالروع يرداو عشان كالي ايا قودي دا نبتقل يدا ايا قبل كالسناق oo shir jiraayd ku qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Arigaaba waxay ugu horeen ay tacsi u direen marxuumkii xalay toole ku gariyooday shaqadaasi iyagoo geesta kalena u duceeyay dadkii ku dhaawacmay rabshadahaasi gudida nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqeen in munaasabada 18ka May ay gobolka Sanaag ay ka qabsoomayso xilligii loo asteeyay waxaana shacabka ugu baaqeen inay nabadgelyadooda ilaashadaan ummad meel ku nool oo farabadan oo gobola عاصمتي سايت غير قابو لقوا هاي مايو وح ما قرب يجيب له لقوا هاي مايو راي منك وحيد هاي وعباريس تلك عنتك وهي إذا ماذا حقه له إنه باران تنبيره وحيد العينة وانين كيريو ذي ينون عين روعة ووح عن سلين هاي وحلق السب مريقي ميلك هلع وعن كورني دمان ويلكي يوح قرثكي كنو لا degmadan ay raqabo nin aan kasto aadayn waxay ku maqan yihiin in wax ka qabtaan hawshaayada waan rajaynaynaa in guul ku dhammaan doonto arrintan may iyo dabaaldega sidee tokan may nimna loo la weydiin maayo waa arrin qaran oo la go'aansaday sidee tokan may وفي لو ساحي برحو اي ساحيحين كرادادة سرادينتا وحقرتك لما انتي يوم تعلمين توع وعسي هذا ومشي يعني له مجران ادي ترى هذا ديوان وخشخش اي نعنا ايضا بوشوه قرن كليه وعن رجين إن دمان شعب عرقابة كنول وحاوضنا النبض وحاوضنا هردو ناكسن وحاوضنا عبادة وحاوضنا هرمر وحاوضنا مستقبل وحان ليه عيد كستا عيد كستا وكو حد قدبتنا بدقريدة الشعب كدقين قبل كالسناق يدق مدع عرقابة إن ده أيك ولا هي، هي حكومة ده أنت ما، وحلنا هاي، وحنفرينا شعبك، النجوم اللي بمشي سكحل صاروا، تبعتلي عند المانت جستوى حوي، بل يرضى أنت بربرك كذب على طي، والحوالو عين، تبعتلي الصومري حوالو ما يها، مركب وحلنا هاي، وروح بدل أو إذا الحوالو عين باجليه. نبدو واحد كم عن اللي هنا يا متجرب قانكا ويلكا يدودوا وحويين نبض لغوض الشقيو هنا نكور بحمو شقاقة دي كده عند حالي ذي مدع رقابو أو كده عند اللي مشوي لا وعبا هنتي وحياة دارين ما المهم بسوي سعوني سو متحرادو waa geeriyada hadderna allah uu naxariisto samri iyo maana qoyska ka siiyo iyo shan qof lix qof oo dhaawaca shan ciidanka oo dhaawaca oo rasaas iyo dhagax bay ku dhacday waxa la yarintaa waxaan leeyahay kuwaan allah uu booga dhago runtii talaabada laga qaaday saaka wax noo waayelkii iyo dadkii uu ka tirsanaa dadka geeriyooday ninka geeriyooday wada hadal dabadeed waxaan la saaxaynay ninka xukuumadu qabto
wixii baarisana loo gudbo warqadiina loogu qoro neer gudnimid ahaan iyo heer gobol ahaan xukuumad ahaan loogu saxeexo qabanay xaaladda nabadgelyada ceer gaabo oo nin kasta oo heer ceer gaabo ah danta ugu jirto ceer gaabo inay nabad ahaato sababtoo ah الأمن والإيمان بالي إيمان كي دينت الإسلام كقصة لسنايد وحلقه المريي أمني ميلان أمن أولنا إذا ذا لقيري مايو مشغيسان مايو سكولة لديقان مايو مركا ننكي سوار كيبا قرانيا وحد نودا داني رضا هدوغ شقاقوين كبوضا إنا إدشين دباتوين كي أخرى دعي كدي وأني قرنين دباتذو نوع عيطه وحنوش يجينا دل يردم ضمبع إيش غاقوين كب البلابة إن أي أرين تنا بتجليدو هاي الحالة ذكتا أرين تايا ضع مركانو كجودنا بتجليا هان يوايا الذي يسمدي دمان دق مدا إرجابو أن سكارجني قارهان إدي وكجريوده مرحوم وحن إسلاق هذا الناي قدنا بتجليهان يويار عرقابه إن لقوض الشقيه نبتجليه عرقابه مادة أمانك الله يلاليو أمانك الله يلاليو إذا ماذا بلوسك يا إذا ماذا كلا أمانك كلا شقينا ينا أمانك على كلا شقيه وحن لما أنت أنت اللي كشرته وما قال ذا عرقابه إنه قف لانتاعي iyadoo amniga cidii buluuska ka cabanaysa waa ay ka soo dacwoon kartaa oo madaxna looga dacwadoolaan leelahay buluuska idin shaqeynaya ee roondada habeenkii ka qabtay inta hurudaan dambi quutaa la dagaalanta iyo dadka dhaqanka xuna yaan la dhibsan in la soo dhaweeyo waxaan u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliland guud ahaan ariga waa nabad wax shaqaaqa ay kama jiraan xoogaaga yar ee ismaandhaafka ah ee dhacayna waa xoogaa la kontrolay markiiba oo la xaliyay dadka dhibaatooyinka wadana waxaanu leenahay inay ka waantoobaan oo arintaasi aanay soo noqon muhiimadda shirkeegan jaraa'id waa intaas waxa raacaan laba qodob qodobka koowaad waxa weeye dabaaldegga xuska ee diinmay oo ah maalin qaran in loo diyaar garoobo oo la isu diyaariyo bulshooyinka gobolka Sanaag isku diyaarintaas ma aha mid daandaansiya ama cid gaar ah lagu rabshayo ama lagu rabshadeynayo maalintii qaran ee 18 May wali lama gaarin lama ogola dabaaldeg ka horeeya inta la gaaray 18 May procedure-ka loo dabaaldegayo iyo habka la raacayo iyo xarunta halka lagu dabaaldegayna gudida nabadgelyada gobolka iclaamin doonta Said Qurbaawi telefishka CBA واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه توم بعد كش بنكرتها لبعد توم بعد كش بنكرتها